بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جاي لكم بزيادة متابعين انستغرام. الفيديو اللي فات اخذنا عن التيك توك، وهسه اعلمكم طريقة شرعية من دون مواقع، من دون برامج، من دون اي اشي. طريقة شرعية 100%، بس انه شغلة بالانستغرام تسويها شغلتين يعني، وان شاء الله يجيك على اثره متابعين. هي معروفة للبعض والبعض ما يعرف. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. خلينا نبلش عملي بالسالفة. نيجي مثلا على الانستغرام، تمام؟ هاي صفحة بالانستغرام زي ما انتم شايفين. طبعا اليوم سويها، وهذول متابعيني جوني 32 متابع، متابع 13. كيف؟ انا اقول لكم. انت تقول 32 لا قليل وكذا. اذا واحد، اذا ودك واحد يقول لك 1000 متابع باليوم، 30 متابع، 30,000 متابع بكبسة زر واحدة، فهذا غير شرعي، ممكن انه يخرب ايميلك. فانت ودك شرعي، تمام؟ احتمال انت حسب انت وشطارتك وده يكون تقريبا يجيك في ناس 30 50 100 حسب. خلينا نبدأ الآن. مثلا عندك تفوت مثلا على قائمة البحث، تمام؟ مثلا حطينا حرف ميم، تمام؟ دور على مشهورين بحرف ميم. هاي هذا، لا هذا مش مشهور. نعم مثلا هاي مشهورة بحرف الميم، تعطي متابعة، يجيك المقترحين كلهم طبعا من المشاهير، حط لهم فولو، تمام؟ حط يعني 7 مثلا، تمام؟ ترجع تطلع. طبعا بدك تنوع، انت ما ودك كله نفس ستايل. حط مثلا حرف الكي، تمام؟ هاي هذول مشهورين بحرف الكي، هذول كلهم طبعا بحرف الكي. انت هاي تقدر مثلا، هذا شوف 136، بس هذول يجون لك متابعين، شو متابعين اجانب، انت شو بدك متابعين عرب. تدور على المشاهير العرب بحرف الكي، أبو سليم مثلا، هذا أيوة عنده 5 مليون. إذا أنت مش فارقة معك أنه عرب أو أجانب، تقدر تطلع على حسابات هذه، مثلا حساب هذه شوف 214 مليون، حط متابعة وتابع حضور، شوف كلهم تقريبا. طبعا في ناس راح تقول طب شو دخل انه تابع حضور يجي لك متابعين؟ انا اقول لك ليش، لانه انت يوم انك تتابع حضور الاشخاص متابعينهم زي هذا مثلا 214 مليون متابع يتابعوا، تمام؟ فال 14 مليون لو يجيك منهم 2000، لو يقترح عندهم ايميلك مثل الاقتراحات هذه، فيكبسون على الزر زي هيك، تمام؟ هذه الطريقة الاولى. عندك الطريقة الثانية، تمام؟ ودك تكتب هاشتاجات، تمام؟ مثلا هاشتاج لوف، تمام؟ هاشتاج لوف أجنبي على الأغلب، هذا اللي مو فارقة معه، تمام؟ تفوت على الأول وحدة. معاكو تفوت على أول وحدة. طبعا عندك مثلا هذا مشهور قبل 18 دقيقة، تعطيه لايك، تفوت على اللي منطينه لايك وتضيف من اللايكات 10، تمام؟ طبعا المشاهير اللي قبل شوية تضيف 20 واحد من هنا 10، تستنى لك فترة زمنية معينة، تمام؟ وبعدية ينزلون كمان متابع، ايش اسمه، تضيف بعد نص ساعة طبعا الباقيين، تمام؟ طبعا هسه على الوقت متأخر وما راح يجي متابعين يعني كثير، تمام؟ فعندك هذه الطريقة. الآن مثلا اللي يقول لك إنه أنا ودي عرب، نفس الطريقة هذيك بس عرب اللي حكيت لك عنها أول إشي. الآن مثلا الهاشتاجات العرب، تمام؟ تحط هاشتاج، تمام؟ ودك تحط مثلا الأردن، أو ودك تروح على اليوتيوب على المحتويات الرائجة باليوتيوب تجي تبحثها، تمام؟ مثلا هذا شوف عندك 13 مليون، نجي نفوت على الهاشتاج الأردن، تفوت على هذا شوف بعد 20 ساعة
بعد 13 ساعة، بعد 17 ساعة، 15 ساعة، 12 ساعة. والأفضل إنك تبحث عن منشور تقريبا بالدقائق، يعني ساعة بالكثير أفضل إشي، تمام؟ وهيك يزيد متابعينك على الانستغرام إذا عجبك.